فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا لا يستطيع طالب العلم المبتدئ أن يرجح في مسألة خلافية في الفقه، فهل في هذه الحال يجب عليه؟ ما بلغت الترجيح يا أخي، ما وصلت إلى درجة الترجيح، اعمل بما قرأت من كتب العلماء الموثوقين واعمل بها الحمد لله، ولا اسأل واعمل بما تفتى به. أما أنك تبي ترجح ما بعد بلغت مرتبة الترجيح. نعم.